في تركمانستان هذا النوع من مصارعة الحزام يسمى غوريش، شائع جداً في المجتمع. تقليدياً هذه الرياضة لها مكانتها في كل المهرجانات. قواعد غوريش موجودة في دول أخرى أيضاً. المصارع يعمل على إرباك خصمه ليلامس الأرض بجزء من جسمه باستثناء القدمين. في العصور القديمة كان من غير المقبول للتركمان الركوع على قدمي منافس، من هنا ولدت قواعد غوريش. على الرغم من حقيقة أن غوريش تعتبر رياضة للذكور، هناك من يمارسها من النساء أيضاً. نسيبة سوركييف كرست 20 عاماً من حياتها للجودو قبل أن تتحول إلى هذه الرياضة. الآن هي ليست رياضية فقط، بل تدرب فريق النساء التركماني أيضاً. هناك أدلة تاريخية على أن النساء من بين المصارعين في غوريش في العصور القديمة. منذ العام 2013 تشارك نساؤنا في البطولات الدولية. غوريش أدرجت في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة لألعاب الصالات وفنون الدفاع عن النفس التي تستضيفها عشق أباد.